طبعا اليوم ده انا بعتبره من اشرف الايام اللي مرت في تاريخ مصر، و يعني انا من المحظوظين ولله الفضل والحمد ان انا عشت هذا اليوم، لان انا عشت المراره برضو بتاعه 67. فالمقارنه هنا ما بين دي وما بين دي بتدي شعور اعمق كبير جدا واكتر كتير جدا، وبالتالي اللي عاش المراره بتاعه 67 يحس قوي بقيمه 73. ايضا مصر في رباط اليوم الدين، فمجموعة المعاني دي كلها بتديك إحساس بأن مصر هتفضل في رباط اليوم الدين، بتديك إحساس بأن جند مصر خير أبناء الأرض، دي إحساس أن مصر دي بلد يعني ملهاش زي، لأن مصر ربنا سبحانه وتعالى تجلى فيها وفي أرضها في سيناء على سيدنا موسى. ما تتمتع به مصر شيء رباني. من هنا ما بتيجي مكاسب زي مكسب 73. المكسب هنا ما بقاش مجرد ان انت موقعها وكسبتها، لا، ده بيبقى ليها معاني كتير جدا، لان القيمة كمان بتاع او المردود بتاع هذه القيم كلها وهذه المعاني الجميلة الاستشهاد، ودي مكافأة ليس بعدها مكافأة. فلذلك يعني الانسان سعيد قوي، او انا كانسان مصري قبل ما اكون رياضي سعيد جدا بهذا اليوم، بحيي فيه شهدائنا اللي هم ضحوا بارواحهم عشان احنا نعيش اليوم ده ونستمتع بيه ونتمتع بيه، وبحيي كل انسان ساهم في هذا النصر، لان فعلا احنا النهارده اذا كنا عايشين في امان وكنا عايشين النهارده في سلام، السلام ده نابع من خلال التضحيات اللي تمت من خلال أبطالنا. الكابتن شوقي عبد الشافي، كان من الضباط الكبار الموجودين في الدفاع الجوي، وكان أحد المعلمين بالنسبة للدفاع الجوي، وكان موجود، وأنا اللي أنا أتذكره أن أنا كنت أصغر منه، أنه كان مثلا منذ 67 وهو كان يجي لنا البيت مثلا كل 4 شهور مرة أو 3 شهور مرة، وطبعا شارك هو في 73، ويمكن قعد فرده فترة كبيرة جدا، وختم بقى حياته كراجل عسكري سنة 81 على ما أتذكر، يعني خرج منها عميد أو عقيد على ما أتذكر. يعني في فترة كان فيها نوع من أنواع اليأس، المرارة بعد 67 كان في نوع من أنواع الإحباط، ودي برضو تدي لك إحساس بصدق المجتمع كله، لأن الإحساس ده لم يكن عند العسكري فقط، الرجل العسكري يعني، إنما كان موجود عند كل إنسان اتواجد في هذا الوقت. فدي كمان كانت من ضمن الحاجات اللي هي ساعدت كروح معنوية على إن إحنا الزمن ما يطولش، لأن 6 سنين فرق بين دي وبين دي ده زمن أنا من وجهة نظري ضئيل جدا وصغير جدا جدا. اللي عوض هذا الزمن او هذه الفتره القليله جدا من الزمن الاراده بتاعه الشعب المصري، اللي هي متمثله في الشعب كله ولكن ممثله بشكل تنفيذي في قوات المسلحه والشرطه. انا كرياضي اولا الفتره اللي بعد 67 حصلت حاجه هنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي برضو الصفه الوطنيه متمثله فيه، ان النادي هنا فتح الملاعب بتاعته كلها للتدريب للدفاع يعني او كيفيه التعلم في عمليه الدفاع حتى على مستوى الشباب هنا، وكان كل اعضاء النادي الكبار كانوا والشباب كانوا بيتعلموا ازاي يمسك سلاح وازاي يتعاون مع القوات المسلحه. دي من ناحيه. الناحيه الثانيه 73 لما عرفنا الخبر انا كنت ساعتها تقريبا في عز النجوميه بتاعتي، يعني في الفتره 73، فشعوري كإنسان مصري دفعني ان انا اروح اتطوع، بس الناس قالت لي انت ممكن تقوم بدور تاني، يعني انت رياضي وبرضو لعيب كوره مش هتفيد قوي في الاتجاه العسكري، انها ممكن تفيدنا في حاجات تانية. وقد كان، انا فاكر طبعا ساعتها كان الحاج احسان مرتجي حرم سياده الفريق مرتجي الله يرحمه ويحسن اليهم هما الاثنين، جمعتني وجمعت معايا نجوم النادي الاهلي
كان ساعتها في الكباتن الكبار كان عصام عبد المنعم وهاني مصطفى ربنا يشفيه وابراهيم عبد الصمد ربنا يديله الصحه، ومجموعه كبيره جدا من النجوم وكابتن حسن حمدي في الوقت ده برضو، ان احنا نبتدي نعمل حاجه للمجهود الحربي بحيث ان احنا نروح نزور مستشفيات المصابين، وقد كان رحنا بقى وعملنا جهد كبير قوي في الوقت ده.